أنا ما أعرف ليه بابا يفرق بيني وبين أخوي في المعاملة، لأني بنت. طيب أنا وش ذنبي؟ مو حرام عليه يحطمني؟ قلبي معك يا سارة، بس ترى قصص إكرام النساء في الإسلام وفي حياة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أكثر من أن نعدها لك. يكفينا قال صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات فكساهن، فصبر عليهن عفوا فصبر عليهن وكساهن كن له حجابا من النار. وأتمنى المرة الجاية تتصلين علينا ويكون الوالد معك. يا ليت يا سارة. ومعنا اتصال ثاني. ألو، مساء الخير هريج. مساء النور والسرور. هلا أخ أحمد، على فكرة ترى الحلقة الماضية انقطع الاتصال وما كملت لنا قصتك. طيب، كنا أسرة سعيدة جدا ومتفاهمة، وكانت أقرب شخص لي في البيت هي أختي. كنت أحكي لها كل تفاصيل حياتي حتى جاها النصيب وتزوجت، ومن يومها حسيت أن الفرحة غابت في البيت. وبعد فترة رجعت الفرحة لبيتنا من جديد يوم عرفنا أنها حامل وبيجينا طفل. لكن يا خسارة، راحت الفرحة للمرة الثانية، وهالمرة للأبد. وش صار؟ أختي ماتت. تطالعين حوالينك ما تشوفينها، تموت قدام عيونك وانت ما بيدك شي تسويه. كل واحد فينا يا أحمد عنده مكان وين يدفن إحسانه، ما في أحد ما ذاق مرارة الفراق. حتى أنتي؟ حتى أنا جربت إحساسك. أنا ما شفتها وهي تموت بصراحة، أمي واختي هم اللي حكوا لي. أمك واختك؟ أي، أمي واختي هم اللي اكتشفوا موتها في الحمام.